تصريح سعيد حول القضاة وتهديدهم عندما قال كل من يبرئهم هو شريك معهم، ونعيد اتصال بالسيد مراد المسعودي. يلا ويتحدثوا بعد ذلك عن الخلاص وعن الحوار. لحوار مع من؟ ولا توا خماسي الراعي للحوار؟ واش عملناه الانتخابات اصلا اذا كان هما الحوار لا باش يتحدثوا عن الحوار؟ يجيو يشوفوا المشاكل الحقيقيه نتاع الشعب التونسي، والفقر والبؤس والتهميش، ناس حتى بقايا نتاع انسان، وهم يتحدثوا بالاعلام وياخذوا في الملايين الملايين، وبالاسماء موجوده اسمائهم، ومن يتجرأ ايضا على تبرئتهم فهو شيء. نعم، في انتظار التحاق مرة أخرى سيد مراد المسعودي، أعود الكلمة لسي بحر العرفاوي. أستاذ بحر العرفاوي، يعني تهديد القضاة، التضييق عليهم، الآن نستذكر كما قلت منذ قليل أنه حل المجلس الأعلى للقضاء كل الأدوات القانونية وغير القانونية بمعنى الاستثنائية استنفد كل الأدوات التي يمكن أن يستعملها وتستعمل حتى سلطة انقلابية عندما يحل مجلس أعلى القضاء وينصب مجلسا آخرا معينا بالاسم والصفة، ويتحكم في الحركة القضائية التي لحد الآن معطلة وغيره. وفي النهاية القضاة يقول لك زياد أنه ما زالوا صامدين، يعني غير خاضعين بالمرة لهذه السلطة، ولكن سعيد يعني مقارب الأشهر الأولى وكأني بالنسق الآن ارتفع عندما يقود لأول مرة أعتقد قيادة المعارضة التونسية. حتى في ابن علي لم يحصل، ابن علي في عثرة ابن علي كانت يعني جزء من المعارضة في السجون، والبقية على الأقل تنعم بحرية وحرية مؤقتة. هذه المرة يقودهم كلهم إلى الزنازين. أعتقد أن قيس سعيد يشعر بضغط الزمن عليه، ويشعر بضغط الفشل وبضغط الخيبة الذين انتظروا طويلا نسبيا، يعني سنتين تقريبا انتظروا أن ينجز لهم شيئا، فهو لم ينجز لا اجتماعيا ولا سياسيا. فشل الاستشارة الإلكترونية، فشل ما أسماه بالاستفتاء، فشل الانتخابات، بل أصبحت معرة في العالم كله، ومع ذلك ما زال يصر على الحديث على الانتخابات. وسمعناه يقول وتلك هي العقدة، يعني يهدد القضاة ويقول ثم يقول يريدون الحوار، أي حوار، وعلاش عملناه الانتخابات؟ هذه عقدته قيس سعيد. نعم. يعني هو يشعر بهذه العقدة، أن قيس سعيد يعاني ما أشبهه بعملية الكي الشعبي، أنه تعرض إلى عملية كي لا يمكن أن ينساها. كي يعني نعم، عملية كي سياسي، كي سياسي. هذا الشعب بصمته ببرودة أعصابه، يعني هذا الشعب عظيم، يعني يعاقب الصمت، يعاقب اللامبالاة، يعاقب السخرية، يعاقب بالانصراف. يعني لم يلتفت له الرجل يتكلم بشعارات ثورية يريد أن يكون عبد الناصر أو صدام حسين أو القذافي، ولكن الشعب يقوم بعملية كي بهدوء وبرود. حتى 10% اللي يحكوا عليها ما ثماش، يعني هناك مراقبون دوليون يتحدثون عن 2% و3% الذين ذهبوا وزاروا مراكز الانتخابات، يقولون أن هناك مراكز خاوية على عروشها وليس فيها حضور. إذن هو يشعر بهذه الخيبة، هذا الكي، وتلك أوجاع الكي عندما يتكلم بتلك العنجهية وتلك العجرفة والقبضة، قبضة الجبابرة. هو يتوهم ذلك ويريد تخويف الناس، وقد مرت الغرفة من عملية الإلهاء والإنهاك والتشويه إلى عملية المحاولة بث الرعب والمداهمات. ما معنى مداهمات؟ يعني يمكن لأي شخص أن توجه له دعوة يأتي المركز، يعني ويأتي للمنطقة أو لأي مكان ليبحث لماذا المداهمة وسيارات ولسوا لماذا، وديما في الليل يعني مداهمات ليلية، ونحن
أصبحنا لا نستغرب تقع مداهمة أي شخص، يعني حتى الناس يتنادرون يقولون أنهم لا يغيرون أثواب نومهم إلا بعد الساعة 10 ربما استعدادا لعمليات المداهمة. إذن هو يقوم بعملية الاستعاضة عن هذا الفشل وهذه الخيبة وهذه اللوعة بمحاولة إرباك وتخويف وترعيب التوانسة لتحقيق الإشباع، وهو نعم أسوأ ما يقدمه. لو أن قيس سعيد يبقى فاشلا في استيراد المواد الغذائية لسنتين وثلاث، وسيتحمل التونسيون ذلك ويشيع خطاب الصبر وخطاب الأمل وخطاب الوطنية إلى غير ذلك، وأن يحاسب الفاسدين دون هذا الضجيج. يذهب الفاسدين، يذهب لهم لساحات الإعدام إذا نعم توفرت الشروط وتوفرت الإثباتات وتأكد القضاة والمحامون والأبحاث الجدية والحقيقية أكدت أن هؤلاء فاسدون ومفسدون ولصوص وسراق ومجرمون وخونة يذهبون للجحيم. ولكن أن يستبق رئيس دولة ينتظر منه خطاب هادئ، خطاب موزون، خطاب عاقل، خطاب توحيدي، ولكن عندما يكون رئيس دولة يشيع هذا الخطاب نحن في وضعية غير مفهومة أصلا. حتى السياسيون والمحللون الذين يتكلمون نعم يعني مجرد عملية تجازة. أنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30. نحن في وضعية غم علينا، المشهد الآن في وضعية غم علينا، لا شيء متضح، لا شيء نعم مرئي، لا شيء مقروء، الآن في مشهد غم علينا. المشهد غم علينا. سيد مراد مسعود.